السلام الله عليكم أعزائي متابعين قناة وطارق رضا، نرحب بكم ونقترح عليكم سلطة الخريف بالبرسيمون أي فاكهة الكاكي والجبن والجوز. هذه السلطة المتميزة بمزيج بين السكريات والمملحات وهي غاية في اللذة وبألوانها الزاهية كقوس قزح التي ستبهر ضيوفكم الكرام. إليكم مقادير هذه السلطة، كيفية تحضيرها. لا تنسوا الاشتراك، وإذا أعجبكم الفيديو اضغطوا على زر لايك، ونمر إلى المقادير. نحتاج أعزائي بالنسبة للتوابل، نحتاج إلى الملح، ونحتاج إلى فلفل أسود، ويبقى دائما على حسب الذوق. نحتاج كذلك إلى ربع كأس من خل التفاح، ربع كأس من زيت الزيتون، إذا كان زيت الجوز يكون أحسن. ثم نحتاج أعزائي إلى الباربة، وكذلك نحتاج إلى حبات الرمان، ونحتاج كذلك إلى سلطة خضراء، وكذلك نحتاج إلى القليل من الجوز. ثم أعزائي فاكهة الكاكي الخريفية الغنية بالفيتامينات، وهي تعطي نكهة وإضافة رائعة لهذه السلطة، أي سلطة الخريف. والآن أعزائي أتبقوا معنا باش ندوزوا إلى كيفية تحضير هذه السلطة الرائعة. ونشر على بركة الله أعزائي، نحتاج إلى إناء فارغ، نضع أول هو خل التفاح، وكيف ما سبق الإشارة إلا أن زيت الجوز يكون أحسن من زيت الزيتون، وأنا درت زيت الزيتون. وغادي نضيف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة من الفلفل الأسود، ثم نحرك الخلطة جيدا. والملح والفلفل ديروا على حسب الذوق أعزائي، لأن الأذواق تختلف ولا تناقش. بعد ما حركنا مزيان الخليط ديالنا، غنحطه على جنب، وناخذ فاكهة برسيمون اي الكاكي، ولتسهيل على المشاهدين الكرام كيفية تنقية هذه الفاكهة الرائعة، نقسمها قسمين ونزيح الرأس الذي هو اشد صلابة. هناك الكثير يعلم كيف يقشر أو ينقي هذه الفاكهة الرائعة، ولكن كنحاول نساعد الناس اللي ما عارفينش، لأن هنا نحن كلنا هنا باش كنساعدوا بعضياتنا على تعلم أشياء كنا لا نعلمها. على هذا النحو باش ملي تختاروا الفاكهة ديال البرسيمون أي الكاكي، حاول متكونش قاصحة بزاف ومتكونش رطبة بزاف، باش تكون طازجة من الداخل وتكون هكذا، هي رائعة تبارك الله. نقيو على الشكل، فوالا يا سعيد. ثم الآن سنشرع في تقطيعها إلى مربعات صغيرة لتعطينا شكلا رائعا في النهاية إن شاء الله. نشرع أعزائي في تقطيعها هكذا على النحو، ثم غادي نبدا نقطعها دابا مربعات على هذا الشكل أعزائي. هذه الفاكهة غنية بالفيتامينات ولها فوائد كثيرة، يمكنكم الاطلاع عليها
من خلال منصة اليوتيوب والفيديوهات للناس المختصين في الفوائد إلى آخره. وحنا الآن انتهينا من تقطيع فاكهات البارسمون أي الكاكي مربعات، غادي نخليوها جانبا ونأخذ طبق نكون وضعنا فيه السلطة الخضراء. نوضع أولا قليل من البربة ونحتفظ بما تبقى، على هذا الشكل أعزائي. ثم نضع فاكهة البارسمون أي الكاكي البعض منها ونحتفظ بالباقي. ثم أعزائي غادي نوضع الآن القليل من حبات الرمان التي تضيف مذاق رائع لهذه السلطة، أي سلطة الخريف، ونحتفظ بالباقي بطبيعة الحال. ونضع ما تبقى من الباربة الجوانب هكذا أعزائي. باش كتعطينا واحد الشكل نهائي جد رائع. ودابا غادي نزيدو الجوز من الفوق وهو حتى هو كيعطي اضافة رائعة جدا. وهاد السلطة اعزائي راه سهلة التحضير وبسيطة في المكونات، جميع المكونات ديالها هي مكونات موسمية أو هي كتكون في موسم الخريف، لهذا سميت سلطة الخريف. ونزين بمربعات من الجبن وكيعطي إضافة رائعة. حاولوا تجربوا أعزائي فهي كتجي زوينة بزاف وتحمر لكم وجهكم مع العائلة ديالكم والضيوف الكرام ديالكم. لا تنسوا أعزائي الاشتراك وتفعيل الجرس ولايك إذا أعجبكم الفيديو، وخليوا لي التعليقات ديالكم. إلى أي واحد بغى نصيب شي وصفة أو هذه خلي لي كومنتير وإن شاء الله نلبي ليه الطلب ديالو. اسمحوا لي الناس اللي ما كنشوف لي كومنتير ديالهم ما كنجاوبهمش لأنني كنكون مشغول في أعمال أخرى. غي السلطة ديالنا دابك وجلاس كنقدمو لكم بالصحة والراحة. بون ابيتي. ونضيفو ليها الخليط هكذا أعزائي. بالصحة والراحة، تسنونا في الفيديو القادم غيكون رائع إن شاء الله. إلى اللقاء.